لماذا الدعم الغربي للصوفية؟ قد يتعجب المرء عند أن يرى الخطوة التي يتبوأها رموز الصوفية وشيوخها لدى ساسة الغرب وقادته، لكن ذلك العجب سيتبدد عند أن تعرف عظم الخدمات التي تقدمها الصوفية للقوى الغربية والمكاسب التي حققها الغرب عن طريقهم بأقل خسارة وكلفة. ففي تقرير نشرته مجلة US News and World Report الأمريكية بعنوان عقول وقلوب ودولارات، والذي يهدف إلى الوصول إلى العالم الإسلامي، يقول التقرير في إحدى فقراته: يعتقد الاستراتيجيون الأمريكيون بشكل متزايد أن الحركة الصوفية بأفرعها العالمية قد تكون واحدا من أفضل الأسلحة، فالصوفية بطرقها الباطنية تمثل برأيهم توجها مناقضا للطوائف الأصولية كالوهابية التي يمنع أشد أئمتها تعصبا الموسيقى والرقص، بل حتى الحب الرومانسي. إذن هي الموسيقى والرقص والحب الرومانسي ما يجعل الصوفية خيارا مفضلا لدى الغرب، ولا يخفى ما لهذه الأمور من دور بارز في ضعضعة الصف الإسلامي وتمييع الناشئة من أبنائه. لقد كان للإسلام الصحيح دور بارز في بعثرة أباطيل الغرب ومشاريعه الاستعمارية في بلاد المسلمين، ويصعب على الغربيين في الوقت نفسه اجتثاث هذا الإسلام المحمدي الصافي، لأنهم سيدخلون في مواجهة سافرة ومعركة خاسرة مع الأمة الإسلامية بأسرها. فبدأت خيوط المؤامرة تنسج، وبدأت مراكز الدراسات ترسل توصياتها لأصحاب القرار بتبني دعم الصوفية لكونها أنجع وسيلة في تدجين الأمة وتركيعها، فانطلقوا في دعمها وتشييد مزاراتها وطباعة تراثها واعتماد مجالسها ومؤسساتها. ومن أدلة ذلك إعلان أمريكا في شهر فبراير عام 2010 ميلادية عن نيتها تنظيم مؤتمر دولي للصوفية في مواجهة أفكار التشدد في العالم الإسلامي. وقامت السفيرة الأمريكية في باكستان في 21 أبريل لعام 2010 ميلادية بالتوقيع على معاهدة بينها وبين اتحاد الصوفيين في باكستان، قدمت لرئيسه 1.5 مليون دولار قررت تخصيصها لتزيين الأماكن المقدسة للصوفية في باكستان وترميم المزارات التاريخية وصيانتها، إلى جانب بناء قبب المزارات المختلفة. ويوضح لنا برنارد لويس الصورة أكثر فيقول: إن تفاقم تأثير الحركات الأصولية الدينية في أواخر السبعينات والثمانينيات قضى نهائيا على أفكار غربيين كانوا يعتقدون أن التصوف الإسلامي السياسي يحد من تأثير الإسلام السياسي، فمقاومة السلطة السياسية من ملوك وأباطرة وفراعنة، كما يؤكد دانيال بايرس، وجد له الأصوليون تفسيرا في القانون الإسلامي. ولذا فإن الغرب يسعى إلى مصالحة التصوف الإسلامي ودعمه لكي يستطيع ملء الساحة الدينية والسياسية وفق ضوابط فصل الدين عن الحياة وإقصائه نهائيا عن قضايا السياسة والاقتصاد، وبالطريقة نفسها التي استخدمت في تهميش المسيحية في أوروبا والولايات المتحدة. إذن فالصورة باتت واضحة والمخطط بات مكشوفا، فقد وجد الغرب في الصوفية بغيتهم المطلوبة، فهي بالمجان تفت في عضد الأمة وتجتهد في تمييعها وإقناعها بحرمة مقاومة المستعمر وضرورة الخنوع له دينيا وسياسيا واقتصاديا، ثم تغلف كل ذلك باسم الشرع والدين. فأي غاية لدى الغرب أعظم من هذا؟ وأي خدمة جليلة يبذلها هؤلاء الأغمار لأعداء الأمة؟ وأي جناية يقترفونها بحقها؟